ومازال مستمرين في التحضيرات وتجهيزات لعيد الأضحى إن شاء الله. في هذا الفيديو غادي تشاهدوا معايا مجموعة من الحيل والأفكار اللي أكيد غادي تفيدكم، فخليكم معايا حتى الأخير الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم مرسول الطبخ. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ألف مرحبا بكم، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. ويلا نبداو على بركة الله. غنبدا بهاد البلاكارات هادو، عرفتو حالتهم حالة مسخين نيت، لأن مدة صراحة ما دوزتش عليهم. الجاج مسخ، شوفو هادي تحيدات، وكنقول غنركبها ساعة ما صافي مشات غتبقى هكاك. مهم بالنسبة للناس اللي عندهم بلاكارات هكا ديال الخشب العادي اللي مصبوغ بالبيض مثلا، ف شوفو معايا هاد البرودوي كيفاش كينظفهم وكينقيهم. شوفو هانتوما كنقرب لكم الصورة باش تشوفوهم، فعلا راهم مسخين، راهم موسخين بزاف بزاف. وهادو البلاكارات ديال التحت حتى هما شتو راكم عارفين، هادو دغيا كيبان فيهم الوسخ وخصهم يتمسحوا. الا غفلتي عليهم قيمه واحد الوقيته صافي كيتعلقوا. وهذا هو المنظف اللي صراحه انا بعدا شخصيا عجبني، ما عرفتش الناس الاخرين كل شنو تيقول، ولكن انا بعدا عجبني حيت كينقي والريحه ديالو ما مجهداش، في الريحه ديال اللحم زوينه، والاهم انه تينظف مزيان. انا راه تنستعمل الثلاجه يلا دوزت عليها حتى هي ما ساليتش صراحه باش نصور لكم. ديجا حاطه لكم فيديو ديال الثلاجه كيفاش كنقيها وكيفاش كنظمها. صافي هذا هو انا هذا هو المساند الرسمي ديالي في الكوزينه، ما بقيتش كنستعمل شي حاجه اخرى من غيره. صافي غنبدا نرش، كنرش كنخليه واحد 10 ديال الدقائق وكندوز نمسح. ما كنحتاج نحك ما حتى شي حاجه. واحد الاخت كانت قالت لي ضروري ما تخليهم واحد 10 دقائق عاد باش يعني تمسحي البرودوي. انا كنت غير كنرش وكنمسح مباشره، ولكن غادي نخليهم واحد شويه. عرفتوا كيبانوا لي دوك الدهون كيدوبوا ما شاء الله، زوين الصراحه رائع. غادي نرجع نمسحو ونوريكم النتيجه النهائيه. صافي غادي نجيب هاد الطخشون هذا اللي الميكروفيب كيمسح مزيان، وكنبدا كندوز. عرفت تدويزه وحده وداكشي كيتنقى واحد النظافه كيجي بحالها. عرفتوا راه واعر، شوفوا 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 هنايا كيفاش رجع، شوفوا ما شاء الله كيفاش رجع. انا عندي هاد البلاكارات قدام كاع ما كتبان فيهم شي حاجه، يعني واخا كيتنقى ما كيبانوش شي حاجه، ولكن بعدا النظافه زوينه والنتيجه راه باينه. كنمر بانت لكم النتيجه ياك، ما شاء الله راه كيتنقى حتى الجزء راه كيتنقى. وهادو ديال التحت اغلبيه تنستعملهم كثر تيتكرفصوا. ها انتما شوفوا حتى هنايا كيفاش كان، وهنايا هاد الطبيعات هادو، هادو راه الصباغه تقشرات. ها انتما شوفوا، المهم النتيجه راه زوينه. غادي ندوز ضروري البوطه لان فعلا عندي مسخه بزاف. غادي نرش عليها بنفس الطريقه البرودوي اللي شفتو معايا رشيتو على البلاكار. هذا البرودوي هذا راه موجود عند الهري وحتى عند بيم، راه رجع الثمن ديالو 19 درهم كانوا زادوا فيه صراحه، ولكن من بعد راه رجع لقيتو ب 19 درهم كيف ما كان في الاول. كيذوب الدهون كينظف بسهوله، ما كتحتاجوش تحكو بزاف، وكيعطي واحد النتيجه اللي هي فوريه. الريحه ديالو ما مجهداش، فهاد الحوايج هادو خلوني نبقى يعني نستعملو مؤخرا، ما بدلتوش. البوطه كيف ما شفتو رجعت كتشعل، ما تخليوهاش يعني تبقى حتى نهار العيد ولا نهار قبل، اللهم نظفوها من قبل، وحاولوا انكم تبقاو تمسحوها غير من الفوق ملي تكون يعني تبقى لكم نقيه باش نهار العيد ان شاء الله ما تزيدش توسخ. راكم عارفين كنستعمل هنايا واحد الصخره كانت ناقصاني، عاودت خديت الربيع، ديجا خديتو درتو مجفف، ولكن الربيع الطري ضروري. هنا غادي نوريكم غادي نحتفظ به ماشي في المجمد طبعا. خديت الرولو ديال بابي هذا زوين، اول مره ناخذو صراحه من بيم وعجبني حيت كيمص
كيمتص السوائل مزيان، كيمسح مزيان، واقتصادي. هذا داير 16 درهم صراحه، جاني اقتصادي. انا كناخذ جوج رولوات عيانين بزاف، ما كيديوش ليا بزاف، دغيا كيتقاداو. خديت الخل طبعا ضروري منو عندي في ايامات ديال العيد، راكم عارفين تيكون يعني الدم، تيكون بزاف الحوايج كيتنقي وكيعقم في نفس الوقت سورتو هذا. خديت الملحه هذه ملحه حرشه، عاودت خديتها على قبل ان شاء الله نقاد بها الجديد، وخديتها حتى على قبل واحد الاستعمال اخر غادي نقول لكم من بعد. البابي كويسون حتى هو خديته، خديت الميكا وخديت هاد لي باركيت، هادو زوينين على حساب اللحم، هادو هما اللي غادي ندير فيهم اللحم ان شاء الله. غادي يجوني مزيانين في الفريغو، حيت الفريغو ديجا فيه شي حوايج ديجا عامر، يعني باش يقدني ان شاء الله. غادي نقسم في هاد لي باركيت هادو، ما كيشدوش بزاف المساحه وكينظموا بواحد الطريقه رائعه. ما بين الحوايج الضروريين في عيد الاضحى هو البصله. البصله كنتقداوها يعني بكميه كبيره، الا كنتو حتى نتوما كتخافوا انها تخسر لكم، جربوا هاد الطريقه هذه، راه ما عمرها غادي تخسر اولا تخماش. كتاخذوا البصله، خذوا مقص او لاموس وحيدوا ليها دوك الجذور اللي كيكونوا في الاسفل، وكذلك اي ورقه كتلقاوها في الجوانب، حاولوا انكم تنقيوا الحبه مزيان مزيان، ما يبقاوش فيها دوك الاوراق اللي كيكونوا يعني ما زوينينش، كيكون داك الجذر داك الراس حتى هو، حاولوا تحيدوا منها اي حاجه. وضعوها في شي شبكه ووضعوا من الاسفل الورق النشاف. صافي، هنايا استفت البصله كلها نقيتها، قديتها في الشبيكه، وهنايا خديت البطاطا حتى هي كثيره شويه، استفتحت حتى هي في هاد الشبيكه هادي. واحد الاخت قالت لي علاش كتحطيهم في الثلاجه، واش هادي بانت لكم هادي الثلاجه، هذا راه منظم، كنت خديته شحال هادي من بريكوما، زوين صراحه. انا راه هذا حاطه غير في وسط الكوزينه، فباش كتبقى لي البطاطا والبصله سورتو مزيانه وما كتخسر ما كتخمج ما حتى شي حاجه. عندي هنايا بيكربونات الصودا في هاد البواطه هادي، كنرش عليهم بحال هكا من الفوق، كتخليهم ما كيخسروش، وفي نفس الوقت يعني كتمتص ديك الرطوبه اللي كتكون، وكيبقاو عندك حتى شهر ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. دائما ملي كيقرب العيد وخصوصا العيد الكبير كيخصني ضروري نتقدى الخضره، راكم عارفين يعني السوق تيسد، فباش تكون عندنا الخضره على الاقل بعدا واحد السيمانه كنجيب داكشي اللي غنحتاج باش ما تخسرش ليا شويه شويه من الحاجه، باش نديرو شليضات هكا. والثلاجه ضروري ما كنخويها، ما كنخليش فيها شي حاجه، كنخليها تبقى يعني ليبر، باش هكا راكم عارفين نهار العيد كتبقى دخل خرج للثلاجه، خصوصا مع الجو سخون ضروري كنحتاجو اننا ندخلو شي حوايج للثلاجه بين ما نقدوهم. صافي هنايا خويتها، غادي ندوز عليها غير مسحه، كنرش هذا الخل هذا زوين صراحه، الا ما كانتش الدنيا موسخه كندير غير هذا الخل مسحه هكا. وما تنساوش كذلك انكم تقداو كميه ديال الدجاج، لانهم حتى هما راه ممكن يسدوا في الايامات ديال العيد، وكنحتاجوا اننا ننوعوا مره باطباق ديال الدجاج، وخصوصا لكالو الوليدات اللي ما تاكلوش يعني اللحم ديال الخروف، فما نساوهمش نوجدوا لهم حتى هما الحويجات اللي كياكلوا الدجاج، سواء قطيبات سواء فخيضات مشرملين، المهم اي حاجه. انا صراحه الحمد لله تياكلوا كل شيء، ما كنحتاجش انني ندير لهم شي حاجه ابار، ولكن تناخذ الدجاج باش هكذا تنولي يعني تنطيب عادي بين ما يعني يرجعوا يفتحوا المحلات. كناخذ غير كميه قليله، بحال هنا خديت الدجاجه وحده باش ما نعمرش المجمل، وتبقى لي البلاصه فين نحتفظ باللحم ان شاء الله. صافي، من بعد ما قطعت الدجاجه طريفات وضعتها هنايا في هذا البلاطو هذا، من بعد ما فرشت ليها الورق ديال الفران باش ما يلتصقش، وصافي كندخلوا المجمد. من بعد ما كيتجمدوا الطريفات كنجمعهم كاملين في بلاستيكه وحده، وكنحتفظ بهم في المجمد، ما كيشدوش ليا البلاصه يعني نهائيا، كيحتفظوا ليا في البلاصه بهذه الطريقه هذه. صافي غادي ندخلو للكونجلا. بالنسبه للمجمد راني ديجا شاركت معكم فيديو ديال التنظيم والتنظيف ديالو، غتلقوه في اول تعليق. بالنسبه للربيع كناخذو يكون
عندي طري ما كنحمش ندير ديال المجمد في يعني في القطبان اولا في التقليه ولا في اي حاجه كنبغيه يكون يعني طري. ديجا حضرت معكم الربيع يعني مجفف حتى هو كنستعملوه عنده استعمالات ديالو، ولكن راه ما يمكنش نستغلو على الربيع اللي تيكون طري خصو يكون موجود. غادي ناخذو غادي نقيه ونغسلو، ما تنحيدش ليه العواد ديالو يعني تنخلي ليه الهويدات ديالو، حيت ملي كنبغيه كندوزو في لاشوار لاشوار كتهشي مزيان واخا بالعويدات ديالو. العويدات راه تيكون فيهم يعني المذاق مركز وحتى الفيتامينات يكونوا مركزين اكثريه في العويدات ماشي في الاوراق. صافي راه نقيت بارك الله. غادي نشفو مزيان، غادي ندوزو انا في هاد النشافة ديال الخضرة، خصو ينشف ماكسيموم ميبقاش فيه الماء، حيت إلا بقى فيه الماء هو لي تيخسرو تيولي يعني تيولي صفر تيكحل من بعد. صافي من بعد ما نشف مزيان غادي ناخد شي سيرفييت هكا ديال الكوزينة تكون نقية، وغادي ناخذ الربيع كنحاول نديرو هكا واحد نفرشو واحد الطبقه تكون رقيقه ما امكن. الا كان الزيت يعني طويل احسن، حاول تاخذوا يعني زيت يكون طويل باش هكذا تفرشوه الربيع طبقه وحده ما يجيش شي فوق شي. انا هذا عندي ما طويش بزاف هذا الزيت هذا. صافي وغادي ناخذ بهذا الشكل ونلفو على بعضياتو. يكون شي منديل اللي كيشرب الماء مزيان. صافي غادي نعاودو في بلاستيكه هكا ملي غادي نبغيه غادي نجبد القياس ونقرضو اولا ندوزو في لاشوار كيكون طري وحتى المذاق يعني كيجي مزيان. صافي غادي ندخلو دابا للثلاجة. والحاجه اللي مهمه هما الشوايه والمجبر نوجدوهم قبل باش نتهناو نهار العيد ان شاء الله تعالى. غادي نغسلهم نفركهم مزيان حيت ما مغسولينش كتشوفوا ندير لهم واحد الغسله. غادي ناخذ بلاستيكه وغادي ندير فيها الشوايات. ديك الشوايه الاولانيه غادي نجيب هذا المنظف هذا ولا اي منظف عندكم يعني كتنظفوا به هكذا الانوكس. نرش مزيان شويه نرشها مزيان مزيان وغادي ندير الاخرى نرشها حتى هي. صافي وغادي نسد عليهم ونخليهم حتى نرجع لهم. بالنسبه لهذه ديال المجمر فيها اوساخ كما شفتوا يعني كثيره. غادي نزولهم اول حاجه طريقه سهله، خذوا غير بابي الومنيوم بحال الشكل هذا وكتوليو تفركوا به بواحد الطريقه سهله كيحيد بعدا دوك الاوساخ اللي تيكونوا يعني كبار. انتما شفتوا ما عرفتوش واضح لكم، مهم طريقه سهله هنايا كاع دوك الشوائب كلشي كيزول. صافي وغادي نديرو حتى هو البلاستيكة مع الشوايات ونرشها مزيان. صافي هنايا خليت الشوايات ترقد واحد شوية ودوزت هذه دوزت عليها، شوفوا كيفاش رجعات تنقات هذه راه دوزت عليها. غادي ندوز على الثانية حتى راه زيت في تنقاو
خذوا غير الجيكس هكا يكون غليظ ديال الانوكس ما كيجرح ما والو. غادي نحيد احسن وكدوزوا راه كتصبر مزيان. شوفوا كيفاش كترجع تقطروا مزيان باش ما يتصداوش ليكم. غادي ديروا لي هنا البلاستيك هذه اللي غتشوفوا معايا ندير واحد شويه ديال الزيت وندهنوهم بشويه ديال الزيت هكا ما عمرهم غادي يتصداو نهائيا. ونوجدوا القطبان ديالنا حتى هما اولا الزلاق ولا كل مدينه صراحه شنو كيسميوهم ولا السفافد ولا كيف كيقول لهم المسامر قولوا لي اش كيسميوهم في المدينه ديالكم. حنا تنقول لهم القطبان صراحه حتى هما يكونوا مغسولين مسحوهم بالزيت باش هكذا ما يتصداوش ونجمعوهم ونخليوهم قرابي لينا باش ماشي نهار العيد انسان تيكون يعني كتكون فتنه تيكون الشغل كثير ما بقاوش نقلبوا على الحاجه نوجدوا كل شيء يكون قدام عينينا. واكيد كنحتاجوا المجمر نهار العيد طبيعه الحال انا كنستعمل هذا المجمر هذا الدائري وعندي حتى مجمر طويل المهم بجوجهم كنستعملهم نهار العيد. عمروه بالفاخر خليوه يكون عامر وان شاء الله غادي نحط لكم فيديو غدا طريقه سهله باش تشعلوا الفاخر ديالكم بكل سهوله بواحد السرعه ما كتهزوش ليه الهم نهائيا دغيا دغيا كيشعل ان شاء الله غدا. غنحط لكم الفيديو باش ما يجيكمش هذا الفيديو طويل. المهم وجدوا المجامر ديالكم بالفاخر ليله قبل ماشي حتى نهار العيد يكون واجد مقاد. وهنايا انا كنستعمل شكون اللي باقي عنده الرابوس في الدار انا هذا خديته من السمارين ديال الجلد زوين الصراحه. فإلا كان عندكم حتى نتوما الرابوس باش تحافظوا عليه وما يوقع ليه حتى شي حاجه ما يتسقب ما والو مره مره كدهنوا بشويه ديال الزيت باش ما كيتشققش وكيبقى لكم مزيان دهنه خفيفه وكاين احسن من الرابوز عرفتو كيعاون احسن من دوك الطرق الاخرين. الرابوز زوين في الاستعمال. ندهنو مزيان بالزيت باش كيبقى مزيان ما كيوقع ليه والو ما كيتشققش وكيتسقب حيت الا تسقب صافي راه خسر صافي. هكا دهنه جميع الجوانب صافي هو ناضي. وكنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى ان شاء الله هاد الافكار يكونوا نفعكم بطبيعه الحال. الا نسيتي حاجه ذكروني بها في التعليق ولكم جزيل الشكر وعشركم مبروكه. ما تنساوش فعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الفيديوهات الجديده في الوقت وبسلام عليكم.